بشكل مستمر لفترة قدام؟ أنا أعتقد إن متى استكملت استحقاقات خارطة المستقبل الأمور سوف تعود إلى طبيعتها مرة أخرى إن شاء الله، وسوف يندحر الإرهاب وسوف تندحر هذه المنظمة، وتعلم أن الشعب المصري قد أخذ قراره واتخذ قراره. كلما تقدمنا في المسار السياسي وتقدمنا في خارطة المستقبل وأنجزنا فيها كلما كانت الأمور أفضل أمنيا، لكن ضبط البيوت دايما لازم يبقى الآن ولازم يتوقع الخطر، ونحن على الدرب سائرون إن شاء الله، هنؤمن كل الاستحقاقات القادمة، ومع ذلك سوف نأخذ حذرنا بالكامل، لأن عناصر الإرهاب عناصر خائنة وجبانة بطبيعتها، ومن ثم ربما توجه ضرب